مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غموض يكتنف مصير حكومة البعثة الأممية وبنغازي لا زالت تعاني من هجمة وحشية من أدعياء الكرامة وأتباع مجرم الحرب خليفة حفتر لمحاولة استخدامها كورقة ضاغطة يضمن من خلالها موطئ قدم له في الخريطة السياسية. أما في صبراتة فتكاتف جهود الثوار من المنطقة الغربية أدى إلى اجتثاث كبير أو جزء كبير من هذا الورم الخبيث المسمى بتنظيم الدولة، ولا زال الرجال يطاردون فلول هذا التنظيم لتخليص البلاد من شرورهم. فما سبب هذا الغموض فيما يخص مصير الحكومة يا ترى؟ وماذا عن حقيقة الأوضاع في بنغازي وصبراتة؟ وهل يمكن الربط بين ما يحدث في صبراتة وبنغازي وبين ما يحدث داخل أروقة البرلمان برلمان طبرق؟ وكل هذا سنناقشه في حلقة اليوم من حواري المساء مع كل من الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والباحث الأكاديمي معي هنا في الاستوديو، وعبر الهاتف مع الأستاذ إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي، وأيضا سينضم إلينا بنغازي عبد اللطيف محمد عضو مجلس شورى ثوار بنغازي. نبدأ في الحوار بعد مشاهدة هذا التقرير، من بعده نواصل. لا يزال الغموض يكتنف مصير الحكومة المقترحة من البعثة الأممية، فبعد عرقلة قيام الجلسة التي كانت مقررة من قبل مجلس البرلمان المنحل للنظر في اعتماد الحكومة من عدمها الأسبوع الماضي وما رافقها من مشاكل داخل مقر البرلمان المنحل في طبرق، وصلت لدرجة قطع الكهرباء عن القاعة وتهديد بعض النواب لزملائهم، كما نشر ذلك مجموعة من النواب عبر وسائل الأعلام، مما اضطرهم لتأجيل الجلسة إلى اليوم الاثنين. ولا يمكن إغفال ما مرت به مدينتي بنغازي وصبراتة من أحداث، فالأولى لا زالت تعاني من هجمة وحشية من أدعياء الكرامة وأتباع مجرم الحرب خليفة حفتر لمحاولة إخضاعها تحت جناحيه ليستخدمها كورقة ضغط يستطيع من خلالها بعثرة الأوراق وضمان موطئ قدم له في الخارطة السياسية كما يرى ذلك بعض المراقبين. ولكن صمود ثوار المدينة وقف ولا زال يقف حجر حثرة أمام أحلام حفتر في حكم البلاد. أما في صبراتة فتحرك مجموعة من أتباع ما يعرف بتنظيم الدولة، حاول من خلاله السيطرة على مبان في وسط المدينة، قابله تكاثف جهود من ثوار المنطقة الغربية أدى إلى اجتثاث جزء كبير من هذا الورم الخبيث، ولا زال رجال المنطقة يطاردون فلوله لتخليص البلاد من شرورهم. وبين هذين الحدثين مر اليوم الاثنين دون عقد جلسة للبرلمان المنحل في طبرق، مع توارد أنباء عن مغادرة جزء من نوابه المدينة بالفعل وعزمهم عقد جلسة لتمرير الحكومة المقترحة من البعثة الأممية بعد أن قدموا ورقة بها تواقيع 100 عضو زعموا أنهم موافقون على هذه الحكومة. ومع هذه الخلافات الحادة التي تملأ أروقة برلمان طبرق المنحل والهجوم الشرس الذي يقوم به حفتر على بنغازي، لا يزال مصير حكومة البعثة الأممية مجهولا، مما زاد التشكيك في التوافق المزعوم الذي جاءت به مسودة الصخرات، وتاركة خلفها السؤال مطروحا: هل جاء الوقت ليبحث فيه الليبيون عن حل حقيقي يأتي من بعده الاستقرار والهدوء ليهم كل ربوع ليبيا؟ مرحبا بكم مجددا، والبداية معي هنا في الاستوديو دكتور فتحي الفاضلي الباحث الأكاديمي، مرحبا بك دكتور. دكتور، في بادئ الأمر قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الحوار عن المشهد سواء بصبراتة أو ببنغازي، كيف تتابع الأحداث عموما والمجريات المتطورة كل يوم بنغازي صبراتة البرلمان الذي لم يعقد لإقرار هذه الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة تناصح على هذه الفرصة الطيبة، وحييك أستاذ أمين وحيي ضيوفكم ومشاهدين الكرام. حقيقة ما حدث أن كان هناك في نفس الوقت حدثت انتصارات للثوار في بنغازي، ثم كان هناك اجتماع لمساعدين حفتر من أعمدة الكرامة، أعتقد بولغيب وما نعرفش أسميهم صراحة، ماشي الحال، كانوا مجتمعين لينفصلوا، يعني انفصالهم أو انعزم عن حفتر. وكان هناك تأكيد من شبه تأكيد من الصخيرات ومن المجتمع الدولي على البرغطي كوزير دفاع. كل العوامل الثلاثة هذه، انتصارات للثوار، مجموعة أخرى تريد أن تنفصل عن حفتر، التأكيد على أن البرغثي قد يكون في الحكومة الجديدة وزير دفاع بدل من حفتر، وخروج حفتر من المشهد. دخلت فرنسا على طول وجابوا التبو والتشاديين والسودانيين والعالم من اليمين من اليسار، بالإضافة إلى مجموعة من النظام السابق، بالإضافة إلى المقزز 32 اللي دار في خشيبة ما دار في الفيديو تيب، هذا يعني الجيش ما شاء الله الوطني الرائع ولا لا؟ أستاذ الكريم، بعض التبو الله أعلم مسلمين مش مسلمين، بعضهم ليبيين، لا أتكلم عن التبو الليبيين، من حقهم خيار جهة، لكن آتوا أيضا بالتبو اللي مش ليبيين والذي قد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، التشاديين، المعارضة السودانية، المقزز، بما دخلت إلى هذه التحالفات، كتبت الدم، كتبت التوحيد، الإمارات، ما نعلم وما لم نعلم. بما أنك دخلت الآن، لعلنا نبدأ هذا الحوار بهذه التحالفات، تحالفات شتى باختلاف أطيافها، أيديولوجياتها، مشاربها هذه التحالفات. ما هو الجامع بين هذه التحالفات؟ هل هو التدمير بنغازي وزيادة الدماء، أو فعلا هناك نية مبيتة للبناء؟ نعم، لكل منهم الأجندة متاعها، لكنهم اتفقوا في إجهاض، اتفقوا حقيقة في بناء ليبيا جديدة، ليبيا مدنية، دولة جديدة راقية. هذا اتفقوا عليه جدا جدا سيدي الكريم، يعني قصدا أو غير قصد، مباشرة أو غير مباشرة، ضمنيا أم مباشرة، هذا ما يحدث. هناك مشروع دولة، الثورة مشروع دولة، ثورة 17 فبراير ليست مشروع قتالي، الكرامة هذه مشروع وصول إلى السلطة على أنقاض ثورة 17 فبراير وإعادة جزء من سيناريو السابق. فقضايا كل الثوار اتهموا باغتيالات في بنغازي لم تحدث ولو كانوا أبرياء منهم. وإذا كان هناك أمر آخر اتفقوا عليه، هو إجهاض تيار وطني معين، بدعم من فرنسا، بدليل لو تذكر أستاذي الكريم أن بريطانيا حاولت أن تجعل، أعتقد في مجلس الأمن في البرلمان، أن مجرم، أن حفتر مجرم حرب. من الذي اعترض في ذلك؟ في بداية الكرامة على فكرة اعترضت فرنسا. أيضا هناك توترات قوية، إن فرنسا في الجنوب تتعامل مع حفتر، مع الإمارات وما إليه منذ زمن، تسهل قدوم التشاديين. طيب هنا الخلاصة، كما أشرنا في بادي الأمر، التحالفات شتى وتختلف. نعم، هنقول بهذه التحالفات وكل هذا الدمار الذي حدث من رأي هذه التحالفات والحرب المشنة على بنغازي خصوصا والشرق الليبي عموما، من أجل تنصيب ما يعرف بقائد القيادة العامة للجيش خليفة حفتر، أو هناك مشروع يريدون أن يمرروا هذا المشروع بتحالفات شتى، ماذا برأيك كمتابع؟ سيدي الكريم، جميع أهداف حتى الخصوم، حتى الانفصاليين والفيدراليين وأولياء الدم اللي بينتقموا ولا لا، كلهم المشروع الوحيد المضاد لهم ولا لا، المشروع الوحيد الذي يقف في طريق الجميع، الذي يقف في طريق الجميع، هو ثوار ثورة 17 فبراير. لا أتحدث عن تنظيم الدولة إن وجدوا، ولا أتحدث عن الإرهابيين، أتحدث على الثوار الذين أسقطوا الطاغوت السابق. جزء كبير منهم وقف حجر عثرة أمام أهداف، أو تناقضت أهدافها مع أهداف كل هؤلاء، بالإضافة إلى هدف مصر في أطماعها في ليبيا إعلانها. طيب، نريد أن نواصل معك في هذا الطرح، ولماذا هذه التحالفات، وما أبرز يعني الأهداف من وراء هذه التحالفات المختلفة، سواء في أيديولوجياتها وفي طريقة حربها على يعني على ليبيا. أريد أن أشرك معي السيد إبراهيم عبد الصمد، الآن ينضم إلينا وهو محلل سياسي. سيد إبراهيم عبد الصمد، هل هناك يعني أطماع سياسية لتغيير المشهد السياسي في ليبيا من وراء كل هذه التحالفات التي أشرنا إليها في بادئ الحلقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك وضيوفك الكرام. مرحبا بك أستاذ. الحمد لله وحده صدق وعده، وعز جنده ونصر عبده، وهزم الأحساب وحده.
نعم بالتأكيد هذه التحالفات فسيفساء تضم أصحاب مصالح مختلفة، ولكن اتفقوا على مشروع واحد وهو إجهاض الثورة وبناء ليبيا جديدة وفق أهوائهم، دكتاتورية عسكرية ديمقراطية شكلية. البرلمان المتواجد الآن في طبرق هذا يخضع لسلطة عسكرية تماما كما كان المؤتمر الوطني العام يخضع لسلطة عسكرية. هناك حقيقة لا يعلمها العديد من الليبيين أن المؤتمر ما يسمى مؤتمر الشعب العام كان يعقد اجتماعه محاطا بدائرة عسكرية من ضباط كبار مقربين إلى القذافي وعلى رأسهم معاون الاستخبارات العسكرية العقيد فرج بوغاليا. فكانوا جميع الموجودين في قاعة المؤتمر الشعبي يتلقون التعليمات من العسكر من الدائرة المحيطة بمعمر القذافي، وهذا بالضبط ما يتكرر الآن. البرلمان أول ما أعلن نتائج انتخاباته ذهب إلى طبرق ولا يخضعون لسلطة طبرق. كل الخلافات هذه مجرد يعني استهلاك للوقت في انتظار المحطة الثانية للحكومة. المحطة الأولى كانت طرابلس ومنها تنطلق تطلب الدعم الدولي وتحرر بنغازي، فواجهتهم صعوبات في طرابلس في تمكين الحكومة من الوصول لطرابلس أو التمركز في طرابلس. الآن غير الخطة بخطة باء وهي أن يتم تحرير بنغازي ويتم توطين الحكومة في بنغازي ومنها تنطلق تطلب الدعم الدولي لتحرير طرابلس. هذا هو مخططهم الخطة باء، لأن هم هناك دول أو قوى دولية تريد مساعدة هذه الحكومة لكي تسيطر على ليبيا، ولكن هناك إشكالية قانونية لابد للحكومة من إقليم من أن أحد العاصمتين يا إما طرابلس أو بنغازي، لابد أن يتم توطينها هناك ومن ثم يتم تلبية دعوتها للمساعدة، لأن هذا أول ما ستقوم به هذه الحكومة هي مطالبة القوى الدولية أو الدول الأجنبية بالتدخل لدعم هذه. طيب هذه المماطلة سوف نأتي إلى نقطة التدخل. هذه المماطلة من قبل البرلمان المنحل لم يقر هذه الحكومة، كل ما أن تعقد جلسة سواء تؤجل هذه الجلسة أو يحدث خلل بالجلسة التي يريدون أن يقروا من ورائها يعني الحكومة. وكما أشرنا في التقرير الذي عرض ذهب بعض النواب إلى توقيع يعني مجموعة من التوقيعات لإقرار هذه الحكومة بعيدا عن قبة البرلمان. هل كل هذه المماطلة تأتي في إطار كسب سياسي وكسب الحرب في بنغازي ولو جزء يعني من الحرب للضغط سياسيا لإيجاد نفوذ أكبر حقائب وزارية أكبر، ماذا برأيك؟ لا أعتقد المشكلة هي انتظار كما يقولون هم تحرير بنغازي، يعني لأن هم الآن ينتظرون عملية حسم في بنغازي لكي يتم توطين الحكومة في بنغازي، هذا هم الذين. أما عملية حسم التشكيلة صدقني يعني هذه سيتم حسمها في دقائق، يعني كما اتفقوا على تنصيب حفتر قائد عام للجيش سيتفق على تنصيب الحكومة عندما يكون هناك عاصمة بنغازي مكان مناسب لها. في هذه الحالة سيتفقوا، ستصدر التوجيهات من العسكر وسيتم الموافقة ومنح الثقة للحكومة، لأن البرلمان هذا يخضع لإرادة العسكر في طبرق، هذه هي الحقيقة. أما الناس الذين يعرقلون وهذا إنسان وناس مأجورين من قبل العسكر، يعني واحد يطفي الضي على القاعة أو يعمل أي شوشرة، هذا إنسان مدفوع من قبل العسكر، هذا مأجور زي ما يقولوا خوتنا في البدو يقولوا خراب ميعاد، يعني هذا مدفوع يدفعوا له مال يقول عدي خرب الجلسة هذه. المهم تظهر انها الجلسه فشلت. طيب الان 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 ان حقق ما يسمى بقائد القياده العامه الجيش الليبي بين شطرين ما يسمونه اتباع الكرامه خليفه حفتر انتصارا ببنغازي، هل هذا يغير المعادله السياسيه الاتفاق السياسي الذي ابرم من قبل اطراف دون اطراف اخرى؟ ماذا تحليلك عموما للاتفاق السياسي؟ نريد ان اخذ منك اجابه ولكن استاذنك والسيد الفاضل إلى فاصل، بعده نستمع إلى الإجابة. حتى من حكام العرب والمسلمين وغير المسلمين أن الأمم المتحدة هي لا وجود لها في الحقيقة، تسيرها بعض الدول، وهذه قضية يعني واضحة وضوح الشمس لا ينكرها عاقل. والله كأن الغرب الآن يضحك منا بملء شفقيه. ماذا فعلوا بالعراق؟ ماذا فعلوا بأفغانستان؟
ولذلك يسعون حثيثا إلى أن يجعلوا الدول العربية تحت الحكم العسكري. إما أن يملي إملاء ويهدد تهديدا ويهدم أركانا قد بنيت بعد لأي، فهذا ما لا يقبله الشرع. الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين وسينصرهم وسيجعل هذه المحنة منحة، لا نشك في ذلك أبدا. المواد نعم سيئة جدا وخبيثة، وضعت بإتقان الليبيون يجب أن يجتمعوا وأن يتفاهموا دون أن يستعينوا بغيرهم مهما كان. ماذا فعلوا بالعراق؟ ماذا فعلوا بأفغانستان؟ يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا. نعود للسيد إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي عبر الهاتف معنا. سيد إبراهيم عبد الصمد، قبل الفاصل كنت سألتك عن مصير الحوار والاتفاق السياسي ومخرجات الصخيرات إن حقق حفتر انتصارا بالمنطقة الشرقية، ما مصير الاتفاق؟ إذا حقق انتصارا وهذا من سابع المستحيلات يعني، لكن في لو افترضنا جدلا انه حقق انتصار، الحكومه حتى تتمركز في بنغازي ويبدا الاتفاق ساري مفعول، لان الحكومه بنغازي تعتبر عاصمه يعني، ويتم المساومه يعني. اول شيء يبدا التهديد والضغط على الغرب الليبي باستخدام سياسه العصا والجزره يعني، الترغيب والترهيب يعني، تهديد بالقوه الدوليه او بالضربات الجويه من الخارج باعتبار الحكومه حتطلب الخارج، او الموافقه، وفي ورقة أخرى سيتم اللعب على وترها وهي عملية التقسيم باعتبارها في بنغازي خلاص تحررت من حسب يرددونهم، وسيتم اللعب بورقة التقسيم أيضا والضغط من خلال الحقول النفطية والكذا والمواني النفطية وفتحها ومن عدم فتحها، فهذا هناك أوراق كثيرة سيتم استعمالها للضغط على الثوار في الغربية لكي يخضعوا أو يوافقوا على مخرجات الصخيرات، فهذا هو هذا ما سيحدث في حالة نجحوا في استيلاء طيب. على البنغازي، وهذا طيب. لن يحدث بإذن الله. طيب تعالى. سيد إبراهيم ابقى معي، أعود لدكتور فتحي الفاضلي. دكتور الفاضلي، أعلنت حكومة الثني أن بثق عن برلمان المنحل عن على لسان وزير دفاعها بأن اليوم الذي نحن فيه الآن اليوم الاثنين هو يوم تحرير بنغازي، ولم يحدث هذا فعلا، والثوار لازالوا متمركزين في مواقعهم ومجرم الحرب بقواته لازالوا في مواقعهم ولم يحدث ذلك. هل تتوقع أن تسوق ما يسمى بعملية الكرامة انتصار وهمي لمكاسب سياسية؟ ماذا برأيك؟ نعم، أعود أن البرلمان كاد أو يكاد أو استشعر البعض أن المجتمع الدولي والبعثة المتحدة ستضغط على البرلمان ويوافق على الحكومة ويخرج حفت المشهد، هذا كان تقريبا من أسبوع أو عشرين. نعم، فعلى طول سرعوا بهذه الفقاعة الإعلامية والانتصار الرهيب يعني. هذه ليست عملية تحرير بنغازي، لما تجيب المعزز وتجيب مرتزقة من التبو غير مسلمين وتجيب تشاديين وتجيب المعارضة السودانية وتجيب الفرنسيس، هذا احتلال بنغازي مش تحريرها. بنغازي تحررت في 17 فبراير وتريد أن تحتلها، وتجيب المعزز الذي كان يعني جزء منه على ما يقال يعني يكاد أن فعل ما فعله في الشعب الليبي، هذا احتلال يا سيدي أولا. ثانيا الانتصار القتالي والعسكري ولا لا يعني التحرير ولا يعني الانتصار ولا يحلم بالانتصار، لأن ثورة 17 فبراير مطلف الضمير في ذاكرة الوطن، انتهى جزء من تاريخنا، جزء من آلامنا وأماننا وطموحاتنا. يعني شوف الغباء بالله على التحرير بنغازي، ولو حررت الصابري ولا الليثي، والله حررت منطقة، والله خذيت بنغازي، هل تعتقد أنك ستسيطر على الوطن
وانتهى الثورة 17 فبراير. هذا حلم الأغبياء. طيب هذا لم يحدث بعد إذنك. طيب فقط هذا لم يحدث ولن يحدث كما تشير، ولكن هل تتوقع بانتصارات وهمية فقط لإيجاد مكاسب سياسية في الاتفاق المبرم من قبل البعثة الأممية؟ أنا متأكد أن التوقيت التوقيت التوقيت، شوف اللعب بدماء البشر، شوف اللعب. يعني لو فيه تحقيق انتصارات لماذا لم تكن هذه الهجمات قبل أن يطلب من البرلمان إعطاء الثقة للحكومة قبل بأسبوعين؟ الانتصار يعني أقصد ليس قتال عسكري فعلا مخلص نظيف، كلما يأتي توقيت معين يديروا في عملية نوعية ماشي ويزجوا بالشباب. شوف دماء الشباب لعبة سياسية. العكس يا سيدي الكريم، هذا الأهالي حقيقة والقبائل في البيضة في القبة في المرج في طبرق، أوقظوا يا شباب، كل يا ناس يا حكماء يا رؤساء القبائل، أبنائكم أداة لتحقيق غرض سياسي وليس أداة للقتال. لو كان أداة للقتال الله غالب، الجنود والقتال والجيوش تتقاتل وشيء غير مرغوب ومنبوش لكن يحدث في التاريخ. لكن أن أستعمل أبنائك وشبابك وأهلك في اقترب البرلمان من الثقة، إذن دعنا نخشش 300-400 شاب يموتوا نصهم من أجل تحقيق فقاعة إعلامية أو حتى من أجل تحقيق انتصار عسكري في توقيت مع السياسة. لعب بالبشر، لعب بدماء الناس، لعب بالوطن يا رجل والمواطنين. ليريت كان قتال طبيعي، ينتصر من ينتصر أو يهزم من يهزم، لكن هذا توظيف، توظيف للناس. متى تستيقظ الناس يا أخي؟ أبنائكم شبابكم قاعدين في معسكرات الآن، التوقيت الآن جيد، يخششوهم يتقتلوا ويتماوتوا. نعم. بالقنابل وأصوات الإسعاف لم تكف كل هذه الأيام وهذه الساعات. من أجل من؟ من أجل من؟ نعم. حتى نضغط على البرلمان، حتى تأتي الحكومة مثلا في بنغازي، حتى مش لغرض القتال فعلا. لو كان لغرض القتال الرجال تموت، حتى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل وانجرح وكذا، لكنه لغرض تحقيق مؤقت سياسي في خدمة من؟ للمصيبة السوداء، في خدمة من؟ في خدمة مصر والإمارات والأردن، وفي خدمة رجل متعطش للسلطة نرجسي يا راجل متعجرف مهزوم. 10,000 من شبابنا دفنهم في تشاد، وتو دفن 10,000 في بنغازي، سوام اللي معاهم اللي ضدهم الصحوات مش طيب في أين العقول؟ أستحلفك بالله أستاذ أمين، سامحني، أين عقول البشر؟ أين عقول أبنائنا وإخواننا في الشرق يا أخي، اللي ناس نعتز بيهم وناس كرام وناس شجعان أهل الشرق؟ أين العقول اللي تفكر من أجل ماذا كل هذه الدماء؟ من أجل ماذا؟ عشان نجي حكومة في بنغازي؟ عشان نضغط على البرلمان؟ عشان نحرج مش عارف هني؟ عشان نقول للبعثة انظري أنا منتصر؟ دماء ناس هذه يا أخي، وين العقول يا أخي؟ والله العظيم الإنسان مش عارف كيف يفهم هؤلاء البشر. ولذلك انظر حتى من يسمي تحرير بنغازي، معلش تعطيني ثلاث ثواني أقول لك قائمة من اشترك في تحرير بنغازي. فرنسا عتبوا على كتيبة أولياء الدم، على كتيبة التوحيد، التشاديين، المعارضة السودانية، الصحوات، جيش القبائل، المعزز، حفتر، الإمارات، الأردن، مصر، السيسي. هذا يسموه احتلال لبنغازي مش تحرير. طيب معنا أحد ثوار مدينة بنغازي هو السيد عبد اللطيف محمد. سيد عبد اللطيف، بعد أن نرحب بك بحوار المساء، اليوم أعلنت حكومة الثني بأنها ستسيطر على بنغازي من قبل يعني ما يسمى بالقيادة العامة، عملية الكرامة، خليفة حفتر، وسوف يقضون على الثورة والثوار ببنغازي. هل حدث ذلك أو لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا حفتر تصاحب عملية العملية العسكرية ترتيبات أمنية، يركز كثيرا على العمل الأمني والترتيبي، فقام طبعا كما ذكر ضيفك الكريم بدمج كتيبة السلفية وكتيبة الفضيل لكتيبة جديدة تحت رقم معين بقيادة كتيبة الفضيل. هذا يعني إهانة شديدة لكتيبة التوحيد المعروفة بكتيبة التوحيد السلفية، بدمج تحت كتيبة هي من أشهر الكتائب التي قتلت أهالي بنغازي بان تور 17 فبراير. نعم. أيضا قضية كتيبة أولياء الدم مع عيات الفي، سمعنا تصريحات، سمعنا البيان وبعض تصريحات قيادات المحاور المحسوبة على حفتر ذات الولاء لحفتر بإنكار يعني كتيبة أولياء الدم تماما، ونفس طريقة القذافي في إنكار حفتر نفسه. يعني حفتر كل ما تغلغل على الأرض، كل ما لا
يرتب وينسق بإبعاد الشخصيات المحسوبة على بالنسبة لكتيبة أولياء الدم سيد محمد عبد اللطيف في بيان ما يسمى بالقيادة العامة لجيش حفتر، يقول بأن هذه الكتيبة لا تتبعه عموما وأنها سوف تحاسب هذه الكتيبة بعد انتهاء ما يسمى بعملية الكرامة. كيف تقاتل معه وفي صفوفه وتوغل في الدماء والحرق والتدمير ويتبرأ منها؟ نعم، التبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآية الكريمة. نعم، براءة الدنيا والآخرة استغلوا مرحلة معينة لعب بهم حفتر نظرا لسذاجتهم وغضائهم، ثم بدأ الآن بتصفية الحسابات. نعم. السيد عبد اللطيف، فقط الوقت قصير لدي، سألتك سؤال في بداية الحلقة عن الوضع الآن ببنغازي. اليوم أعلنوا، هم قالوا بأن اليوم الاثنين التحرير الكامل لما سموه بالتحرير لمدينة بنغازي، وسوف ترجع لأحضان ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر. هل حدث ذلك؟ ضعنا في المشهد. ممتاز. بالنسبة كما تعلمون اليوم الاثنين هو آخر مهلة للعملية المزعومة الأخيرة، ولم ينجز ما وعد به. إلى اليوم الاشتباكات قائمة، ونمر على المحاور محور. بالنسبة للمحور الغربي، الحمد لله رب العالمين، بشائر، والله بشائر، أقسم بالله العلي العظيم بشائر، نقسم حتى لا يظن البعض أن تصميم. ما هي هذه البشائر؟ ما هي؟ ضعنا في الصورة. وصل الأخوة في المحور الغربي إلى نقاط متقدمة جدا، واستردوا الشارع المعروف بشارع الحنش بالكامل. لديهم أسرى أحياء، لديهم قتلى، لديهم غنائم. المحور الغربي ممتاز جدا، وضع أفضل مما كان عليه في السابق. نعم. محور النووية تقدم العدو في الأيام الأولى واتخذ بعض النقاط المتقدمة نسبيا. قام الأخوة أمس باسترجاع هذه النقاط بالكامل. محور الطلحية تقدم العدو ووصل إلى شيل الطلحية، ردوا الشباب اليوم وتقهقر إلى النقطة المعروفة بنقطة الحاويات بعد المسجد الثاني في شارع الطلحية. بالنسبة للهواري، لا يزال موضوع العمليات النوعية السريعة على نقاط تواجد العدو في الهواري. بالنسبة للصابر يسوق الحوت، لا جديد، اتخذ سياسة جديدة وهي تدمير الصابري وسوق الحوت بالكامل، انزال المنازل على من فيها. للعلم توجد هناك عائلات اهالي الصابري، البعض لم يخرج من الصابري اصلا نظرا لغلاء. طيب بالنسبة للصابري يعني التقارير التي وصلتنا من الصابري تشير الى تحشيدات عسكرية كبيرة جدا لهذه المنطقة لاقتحامها وللسيطرة عليها، ما صحة ذلك؟ نعم، هي كل زوبعة في فنجان، تحضيرات، تجهيزات، أرتال إلى آخره. النتائج، الكلام دائما على النتائج. إذا كان يوميا يصلوا فيه الجنازة في مقبرتهم في خليفة علي 7 8 6 12 15، أي تجهيزات يا أخي؟ بالنسبة للصابري اتخذوا سياسة الأرض المدمرة، الأرض المحروقة، الأرض المنسوفة، تدمير الصابري بالكامل. للعلم بالله عليك دعني أذكر هذه النقطة. نعم. توجد عائلات داخل الصابري وهم من أهالي الصابري الذين عجزوا عن الإيجار خارج الصابري، والآن يتم قصفهم بالثقيل، عائلات، والله عائلات ونساء وأطفال. وهذه رسالة لمن يتباكون على حقوق الإنسان والإرهاب وإلى آخره. عائلات ليبية صابرية موجودة داخل الصابري معروفة، يتم نسفهم بالثقيل بالدبابات والهوزر. نعم، أما على الأرض فنفس النقاط، الصابري سوق الحوت، البلاد، سوق الجريد، مستشفى الجمهور، كلها نفس ما كان عليه، لم يتغير شيء في محاور الصابري. طيب في القابل وفي المقابل بالنسبة لقوات الثوار وقوات المجاهدين عموما، هل هناك تحشيدات، ترتيبات أمنية واضحة؟ كيف ترتيب صفوف المجاهدين عموما؟ والله المجاهدين حتى الريح تحطبهم، الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أرسل على العدو ريح أمس واليوم ريح شديدة وغبرة شديدة، لم يستطيعوا التحرك معها. انتهى اليوم موعد اللي وضع حفتر وعليه ضغوطات، ولا أريد أن أتكلم في الجانب السياسي، لديكم من يتكلم في ذلك، الانشقاق في البرلمان ومؤيدي ومعادي حكومة التوافق. نعم، بالنسبة للمجاهدين المعنويات مرتفعة، حصل عندهم تأقلم
مع الضغط الأخير. الأيام الأولى كانت صعبة، أما الآن تأقلم وسكينة والأمور مرتبة، خط الإمداد مفتوح بالكامل، الإمداد الطبي، الإمداد العسكري، والأمور على ما يرام. وتذكرنا هذه الأيام ببداية عملية الكرامة أو لا كرامة، بدايتها كانت الأمور فيها نوع من عدم يعني التوازن، ثم مع مرور الأيام توازن وتأقلم الشباب مع المحاور طيب. ومع المعارك. طيب سيد عبد اللطيف محمد، أستأذنك بالبقاء معي، أخرج إلى فاصل قصير بعده نواصل، فابقوا معنا. وإن عليه لطلاوة، برنامج تعليمي تفاعلي نتفيأ فيه ظلال القرآن الكريم ونقطف من ثمار معانيه، ونبين أحكام تلاوته، ونقف على أوجه وتوجيه الخلاف بين الروايات القرآنية المنتشرة بين عامة المسلمين وأثر هذا الخلاف على أحكامه ومعانيه. وإن عليه لطلاوة يأتيكم في الأوقات التالية. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. نعود للسيد إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي عبر الهاتف. سيد إبراهيم عبد الصمد، هناك بعض الباحثين في الشأن الليبي أشاروا إلى بعض النقاط، ومنها زيادة الصراع إذا ما تم التوقيع على اتفاق الصخيرات عموما، ما يسمى بالحرب الأهلية الثانية، أشاروا إلى الحرب الأهلية الثانية إذا ما تم الاتفاق على اتفاق لم يتفق عليه أصلا من كافة الشرائح كما جاء في يعني بعض البحوث. هم باحثين أجانب وتكلموا عن الشأن الليبي. هنا السؤال، على ما يستندون؟ هل فعلا إن تم يعني التوقيع على مخرجات الصخيرات ولم يحدث وفاق على هذه المخرجات سيزداد الصراع وسنذهب إلى مرحلة أخرى تسمى بالحرب الأهلية الثانية كما يشيرون، هل هذه الدراسات صحيحة وعلى ما يبنون كلامهم عموما؟ نعم، أعتقد أن هذا الكلام صحيح، لكن هي الحرب الأهلية موجودة، انطلقت منذ بداية ما يسمى كرامة حفتر، لكن لو تم الاستيلاء على بنغازي وهذا لن يحدث بإذن الله، فيدخل فيه طرف آخر اللي هو طرف الدولي للحكومة تطلب منه المساعدة، فالطرف هذا يعني يبدأ السيناريو يشبه السيناريو السوري اللي هو حكومة أو سلطة وتدعمها دول خارجية بالسلاح وبالضربات الجوية المباشرة يعني، وهذا بالتأكيد لو الطرف الآخر حيقاوم هذه السلطة المدعومة من الخارج، وهناك أطراف تتقف مع الحكومة مع الأجنبي، فهذه تبدأ حرب أهلية بتدخل خارجي، ليست حرب أهلية صرفة، ولكن المجتمع الدولي حيتدخل أو ما يسمى بهذه الدول الأجنبية ودول الإقليمية حتتدخل لدعم هذه الحكومة، فتأكيد هذا، لكن حرب أهلية بتدخل خارجي ليست حرب أهلية صرفة يعني. فقط أريد أن أعقب على ما قاله الدكتور فتحي الفضلي وأنا أحييه في هذه الليلة، وهو قلم ولسان صدق كنت أقرأ له منذ سنوات. بالنسبة للعملية العسكرية، هي العملية العسكرية التي قودها حفتر هي العملية تهدف في النهاية إلى تحقيق مكاسب سياسية، فلا أحد يقوم بعملية عسكرية بدون أن يجني منها مكاسب سياسية، فكل تحركاتهم العسكرية هدف منها هي الحصول على مكاسب سياسية. تحركاتهم العسكرية الأخيرة بعد أن فشلوا في تمكين الحكومة طرابلس يسعوا بكل قوة
الى الاستيلاء على بنغازي وتمكين الحكومه من التمركز في بنغازي، هذا هو هدفهم. اما الذين يقاتلون مع حفتر فهم الضحايا، ماكينه اعلاميه تعمل للاسف منذ اكثر من 3 سنوات تعمل على تشويه الثوار، وصف بميليشيات وتسليم السلاح وتتكلم على الدوله وكذا، هذا هم ضحايا الى هذه الماكينه الاعلاميه اللعينه التي للاسف يشارك فيها ناس كانوا يتمتعون بمصداقيه لدى الشعب الليبي وكانوا معارضين، وهذا هؤلاء يعتبروا اهم يقودون هذه الماكينه الاعلاميه منذ اكثر من 3 سنوات. طيب استوقفك فقط عند هذه النقطه، ضحايا هذه الماكينه الاعلاميه. سيد عبد الصمد، سيد عبد الصمد استوقفك. نعم. عند هذه النقطة، اشرت الى بعض الشخصيات سواء سياسة او اعلاميين كانوا فعلا مشاركين في الثورة من داعمين 17 فبراير والان يشاركون في حرب قذرة بين هلالين، هنا ما المغزى؟ ما هي المصالح التي جمعت كل اولئك مع حفتر؟ حفتر لا ينادي بما يسمونه هم بالدولة المدنية، ينادي بدولة عسكرية مستبدة، فلما يجتمعون؟ لما يقاتلون صفا واحدا ولو حتى بالدعم من خارج البلد اعلاميا او سياسيا؟ والله يا اخي هناك هذه الفئات لا ادري لديهم حساسية مفرطة تجاه الإسلام والشريعة ولا يطيقون هذه المصطلحات، عندما يحدثهم إنسان عن الشريعة الإسلامية ومصدر التشريع وكذا وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، هذه زي ما يقولوا ليبيا يركبهم 60 عفريت، يعني مستعد يتحالفوا مع العسكر مع حتى الزمن. لكن في المقابل لن يأتي حفتر. نعم. لن يأتي حفتر بما يسمونه بالدولة المدنية التي يدعون إليها، هم يقولون نريد دولة مدنية وحفتر يخالفهم، لماذا الآن يجتمعون مع بعضهم البعض؟ هم دولة مدنية حتى شكلية بالعسكر، يعني كدولة السيسي، يعني دولة السيسي هي دولة عسكرية بثوب مدني، هذه هم عندهم أفضل من دولة ديمقراطية حقيقية مثلا. طيب ومستندة على الشريعة الإسلامية. يعني طيب ووضحت هنا الفكرة. سيد إبراهيم أستأذنك فقط، أريد أن أعود لدكتور فتحي الفاضلي. دكتور، بالنسبة للأطراف الدولية المتدخلة عدة، ولكن من أبرز الأطراف الأمم المتحدة التي تشارك بالبعثة الأممية الآن، بعد كل هذه التجاوزات لعلنا نرى بأن أصبحت بعثة البعثة الأممية تكيل بمكيالين وترى بعين واحدة، تحدث جرائم ببنغازي، أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى قصف الصابري بالأسلحة الثقيلة وبعض الأهالي لا زالوا في الصابري ولا يبالون، أين بيانات الأمم المتحدة؟ أين التنديد؟ أين خلاف ذلك؟ بينما إن سمح الله حدثت يعني تجاوزات من بعض الثوار، نرى البيانات تتسارع، فلما ثقافة الكلب؟ وأيضا وأضيف إليك، لو رأت انتصارات من الثوار على داعش الذي يفترض أنه مرعب العالم لا يشير إليه. لما برأيك؟ لما؟ لأن يا سيدي الكريم بعثة الأمم المتحدة ليست بعثة الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة هذه أداة عمالة رخص، كما رأيت في عقد متاع اليون ومش عارف كوبلر الدحي ب 14 جنيه، ومش عارف هؤلاء أداة يا سيدي لدول قوية أو ما تسمى بالثمانية الكبار ولا الخمسة الكبار ولا من درعام ولا اللي عندهم، هناك مصالح اقتصادية كبيرة جدا 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 جدا، لا يبالوا أمام تلك المصالح بدمائنا بأشلائنا بأبنائنا بوطننا، هذا كلام بالنسبة لهم كلام فاضي، هذا قيم ومبادئ وحرية وخرجنا من الاستبداد، هذا أمر تلك الدول اللي حطت لك كوبلر وليون لا يبالوا بها على الإطلاق. هؤلاء أداة، حتى كوبلر أشار زلة لسان أو غباء سياسي لا أدري، أكثر من مرة أنا مجرد موظف، هو مأمور من 5 أو 6 دول، ليس من المجتمع الدولي، المجتمع الدولي كم فيه دولة؟ عشرات الدول يا سيدي الكريم، ولا لا؟ من الذي يتحدث عن ليبيا؟ فرنسا، إيطاليا، أمريكا، شو اسمها الأخرى؟ كم؟ 5 أو 6 أو 7 دول أسماءً، أين باقي العالم الذي يسمى مجتمع دولي؟ ولذلك بعثة الأمم المتحدة إجابة على سؤالك خصم ودافع وليست وسيط وليست وصية، هذه هي أداة الاحتلال، وللأسف الشديد أبناء ليبيا يعني من السراج ونزل للسخيرات انسحبوا يا أخي، أنتم تدركون ربما أنا وياكم حسما ربما تعتقدوا أن هذا في صالح ليبيا ولا لا، وأيضا البرلمانيين والانقساميين اللي بعودوا بنا لعصر التخلف والانقسامات يا أخي، لماذا؟ إذا تقول البعثة غير منصفة؟ البعثة ليست غير منصفة، البعثة تدرك أنها غير منصفة وتتعامل، تريد أن تقول بأنها مشاركة جدا جزء من المشكلة. طيب أكبر مشكلة سببتها في هنا ليبيا. أقف معك عند هذه النقطة فقط، أريد أن أخذ يعني من سيد عبد اللطيف محمد وهو أحد ثوار بنغازي معنا عبر الهاتف أطلنا عليه. سيد عبد اللطيف، الآن تخوضون معركة فعلا في بنغازي ضد هذه العملية الإجرامية وحفتر الذي
كما أشرت الصابري الآن لربما يدمر على أهالي الصابري. ما هي أبرز الرسائل وأنتم تخوضون هذه المعركة للشعب الليبي؟ ماذا تقولون الآن؟ تنقلون الصورة الموجودة، ماذا تريدون يعني أن تقولوا عموما؟ نعم، بارك الله فيك. الله يا أخي وجه رسالة أولا إلى أهالي بنغازي الموجودين حاليا داخل بنغازي، وأستثني منهم المستضعفين أو المغلوب على أمرهم، وخاطب تحديدا المغرر بهم في شعار أو تحت شعار الجيش والشرطة. أكثر شعار استغل حفتر وخدم تحته هو شعار الجيش والشرطة. أسألكم بالله العلي العظيم يا أهالي بنغازي، يا من تؤيدون حفتر وميليشيات حفتر، هل عتبيحة الموجودين حاليا في حي بوهديمة والمعروفين ببيع المخزرات والفساد والذين يقومون بالسطو على المنازل وفك السيارات، هل هؤلاء جيش أم شرطة؟ عيت الهبولي في الليتي حرقوا أكثر حاليا من 35 منزل، بعض هذه المنازل يرجع لشباب قتلوا في البريقة وقتلوا في سرت ولا علاقة لهم بقتال حفتر. هل عيت الهبولي ومن معهم جيش أو شرطة؟ هل عيت التيوتا في الستي جيش أو شرطة؟ نسمي يعني بالله عليكم كل منطقة فيها أهل فساد وأهل إجرام في بنغازي هم المسيطرون على المنطقة. هذا الجيش والشرطة اللي انت خرجتوا من أجله وحاربتوا أبنائكم اللي عملوا على قدم وساق لرد صولة جيش معمر وكتائب القذافي في 19-3، هل هذا جزاؤهم؟ أقول اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، راجعوا أنفسكم وازنوا الموضوع بالعقل يا أخي. العقل يا أخي، لما يقتل أمس أحمد بحجر نسأل الله العلي العظيم أن يتقبله، وهو من في خلقه وفي شجاعته وفي وقوفه ضد القذافي مقابل محمد العوامي من سكان البهديمة المعروف، أول مجرم دخل أو سنة الدخول على المنازل وهو من دخل على عائلة السويد. قارن بين القتلى فقط، قارن بين من يقتل في صف حفتر ومن يقتل في الصف المقابل. أما الرسالة الثانية فهي إلى أهالي المنطقة الغربية، ولا أخاطب الغوغاء ولا أخاطب من لا هم له ولا قضية له، وإنما أخاطب النخبة ومن لديهم شيء من صنع القرار. كفاكم خذلان لقضية بنغازي، كفاكم خذلان لقضية بنغازي. حاليا المجلس الشورى الثوار في بنغازي ومن معه يجابهون الثورة المضادة بكل قوتها. نزل أخيرا حفتر بجيش لو ذهب به فلسطين إلى فلسطين لحررها. كفاكم خذلان لهؤلاء الشباب الذين يثبتون كل يوم إيمانهم وصبرهم وجهادهم وثباتهم. عاونوهم ولو بالدعاء، الخطباء، القنوت في المساجد، الدعم المعنوي، الدعم المادي. إلا ما ندر الكل في غفلة يظنون أن القضية لا تتعلق إلا بمدينة بنغازي. يعني حفتر لو كمل بنغازي تو بيوقف غادي عند قاد يونس وبيوقف عند بوابة القوارشة. والله جايكم، والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو انتصر حفتر في بنغازي وجدابي التبع حتكون أسدادة عربي. خلينا نتكلم يعني بالصراحة، حفتر ناوي ليبيا بالكامل، سيتحرك أعداء 17 فبراير في المنطقة الغربية بالكامل. الكتائب الموالية لحفتر والموالية للقذافي والقعقاع والصواعق والحرب 99% معنويات. لو ارتفعت معنويات هؤلاء لنزلوا على طرابلس ولنزلوا من الخلف على مصراتة وعلى الزيتن الحرب حربكم في بنغازي. طيب محمد إلا محدود. نعم محمد، لعلي أختم معك بهذا السؤال. من إلى الآن لازال تنطلي عليه حيلة بأن الثوار إرهابيين وقطاعين رؤوس وجاءوا ليعني خراب البلاد والعباد، ماذا تقول لأولئك؟ والله أقول لأولئك والحق ما شهدت به الأعداء. اسألوا العدو اللي دخل على المنازل اللي كانت موجودة أكثر من سنة ونصف تحت الشباب وتحت الثوار، ماذا وجدوا وماذا قالوا؟ إذا كان هؤلاء سرقة ويسرقون مال الناس بحجة تكفيرهم، سيارات يا أخي في السيارة تسوى 35,000 و40,000 طلعوها يعني مدرسة من 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 من, من الجراج. هذا يعني أقل ما يقال في هذا السياق. نعم
محمد عبد اللطيف احد ثوار شورى بنغازي، كنت معنا مدينة بنغازي، شكرا لك. واعذرني ضيق الوقت، اريد ان اشرك باقي ضيوفي. اعود للسيد ابراهيم عبد الصمد. سيد ابراهيم، ابتداء كيف تعلق على الكلام الذي قاله الان السيد ابراهيم عبد الصمد؟ اشار الى تحالفات شتى والى خذلان نوعا ما، كيف تعلق؟ نعم، اضم صوتي اليه واطالب سكان المنطقه الغربيه بدعم ثوار بنغازي، لانهم يقودون الان، هم في الثغور الاماميه، هم في خط الدفاع الامامي عن هذه الثوره المباركه وعن الثوار. فللاسف الشديد الدعم لحد الان اقل من المتوقع. انا اناشد سكان المنطقه الغربيه والجنوبيه دعم ثوار بنغازي معنويا، اول شيء بالدعاء والقنوط من اجل وطلب العون والدعم لهم، وثانيا دعم السياسي. للاسف المؤتمر الوطني العام مقصر جدا، لا يكفي بيان من وزاره الخارجيه حكومه الانقاذ، على رئاسه المؤتمر ان تظهر امام الشعب الليبي وتدعم ثوار بنغازي وتبعد عنهم شبهه الارهاب والتطرف. وهؤلاء جنود الوطن، جنود الله، يقاتلون من اجل عزه ورفعه هذه الامه الليبيه. ايضا دعم الثوار عليهم ان يدعموهم بما يستطيعون. وانا اطالب رئاسة المؤتمر ان تصدر بيان وتظهر على الشاشه. رئيس المؤتمر الوطني العام مفروض يظهر ويدعم يعلن دعمه. تدليلا على كلام محمد عبد اللطيف احد ثوار بنغازي، عندما راينا الفيديوهات التي خرجت الان في هذه الايام، سواء من ما يسمى بالقياده العامه، من ايضا باقي الافراد، كلهم يشيرون الى طرابلس والى مصراتة والى مدن الثوره، وبانهم قادمون الى هذه المدن. الا يكفي ذلك القيادات الموجوده أن تأخذ الأمر بجدية وعين الاعتبار؟ نعم بالتأكيد. أنا كما أشرت في بداية كلامي في هذا البرنامج، هم يريدون السيطرة على بنغازي، من بنغازي حيطلبون الدعم من دول إقليمية وأجنبية للزحف نحو الغرب. نعم، والتخلص من الثوار، سيتم أسرهم. وصلت الفكرة وللأسف الوقت انتهى. أريد أن أخذ فقط كلمة من دكتور فتحي الفاضلي. دكتور الفاضلي، الآن ربيت الدايح شرارة الثورة، مدينة المجاهدين والمناضلين، برأيك هل من الممكن أن تعود إلى براثم الظلم والطغيان؟ مستحيل. وإلى الاستبداد من جديد؟ مستحيل. بنغازي هي المدينة التي دائما تقول لا، للملك إدريس، للإيطاليين، لمعمر، لحفتر، للجميع. بنغازي لها طعم خاص في النضال، كما للوطن والمدن الليبية كلها. سيدي الكريم، أنا أريد أن أقول دعم بنغازي هو دعم للوطن، ومصراتة مصراتة مصراتة مستهدفة مستهدفة مستهدفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى من أهل مصراتة أن يسمعوني، يعني لا تنظروا إلى العشر سنوات القادمة. يبدو أن السياسيين والعسكريين من مدينة مصراتة يخططوا لتأمين أهاليهم ومدينتهم للعشر سنوات القادمة، لكنني أحذر من 30-40 سنة القادمة، حتى لبعد 30 سنة، حتى لبعد 30 سنة. تصرفاتكم اليوم تعود بالضرر على أبنائكم حتى بعد 30 سنة. أنا يعني أنظر إلى المشهد من محبتي لمصراتة ومحبتي للوطن بأكمله، الحلبوس والمجدوب والتحالفات الأخيرة. أسألكم بالله كأخ محب لكم ولمصراتة أن تراجعوا أوراقكم الآن الآن الآن، لتخدموا وطنكم كله للمئة سنة القادمة، ولا يأتي يوم تندموا فيه على شيء لحظي أو على 10 سنوات. ولليبيين فقط، صبراتا وما فعله ثوار المنطقة الغربية ألا يعطي رسالة واضحة لجميع الشعب الليبي؟ نعم. من يحارب الإرهاب فعلا؟ نعم. نعم. الآن رأينا الدواعش تقهقروا فعلا في صبراتا، وما يسمى بالكرامة قرابة العامين لم يحرزوا إلا الدمار والخراب والشنار. سيدي الكريم. نعم. سيدي الكريم، القضية المشروع الكرامة ومشروع الخليط، هذا السلاطة اللي قلتها لك، من فرنسا والتبو والتشاد والضرمان والمعزز، هؤلاء مشروع سلطة وليس. نعم. مشروع محاربة الإرهاب. أستحلفك بالله الثانية الأخيرة. نعم. ثواني، ثلاثة أربعة. نعم ثواني. سريع، انتهى الوقت. أي إنسان متضرر من ثورة 17 فبراير، بالتأكيد هناك متضررين عن قصد، عن خصد، عن خطأ، عن حرب أهلية وما إليه، أستحلفكم بالله أن تجدوا البديل الجيد، مش من أجل الانتقام من شيء حصل بسبب ثورة 17 فبراير، أن تضع يدك مع المجرم ومع الغبي ومع الكافر ومع حفتر ومع فرانسوا. نعم. أأتي بالبديل الجيد. واضح، وصل. أأتي بالبديل الجيد. رسالة. نحن معكم. يعني أعتذر منك لأن الوقت انتهى. دكتور فتحي الفاضلي الكاتب والباحث الأكاديمي، شكرا لك. ونشكر أيضا الأستاذ إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف. ونشكر محمد عبد اللطيف أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي. وأيضا نشكركم أيها السادة المشاهدون على حسن المشاهدة والاستماع. مني ومن فريق العمل تقبلوا أطيب المنى والتحايا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. شكرا. بارك الله فيك.